ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. نجوى يعني تتكلم ويا صديقك بهدوء مشورا، وليسمى شاوره، هذا يسمى بالنجوى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الله سبحانه وتعالى مع الإنسان في سره وفي علنه، في ضميره وفي حواسه، في كل حالة الله معك ومعي، يعني مطلع. ليس الله سبحانه وتعالى غير مطلع، الله ليس صاحب زمان ولا مكان. هذا لعله بعض شبابنا ومع الأسف الكثير لا يدرس في مدارسنا في صفات الله سبحانه وتعالى. الله ليس بجسم، ليس بنور، مثل من الناس يصورون الله قطعة نور، ليس ساكنا فوق العرش، مثل يتصورون أن الله جالس على العرش. ليس الله طويل ولا قصير ولا دم ولا عظم، كل لا لا. ليس الله في مكان، يعني الله في السماء لا، الله في الأرض لا، الله في العرش لا، الله في الجنة لا. ليس لله زمان، الآن نحن في ليلة، في ليلة الاثنين من شهر محرم الحرام في سنة 1398 هجرية، الله الآن في ليل لا، في نهار لا، في شهر محرم لا، في 1398 هجرية لا، في ليلة الاثنين لا. ليس لله زمان، وليس لله مكان، وليس لله جسم، وليس الله عرض، يعني أبيض أحمر أخضر أصفر لا، وليس الله نورا، وليس الله روحا، وليس الله عقلا. الله كل لا 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 لا. شنو الله؟ لا نعلم، وإنما نعرفه من آثاره فقط. إذا أردنا أن نمثل لكم مثالا بسيطا حتى للتقريب إلى الذهن بطبيعة الحال، الآن أنت وأنا التي تجذبنا إلى الأرض القوة الجاذبية، قوة، وإلا كنا نطير في الهواء. ولذا الذين يذهبون خارج الفضاء الأرضي، هؤلاء بعد لا تجذبهم الأرض، يخرج من مركبته ويمشي في الهواء في الفضاء. فإحنا الآن تجذبنا قوة الجاذبية الأرضية. هل هذه القوة الجاذبية الأرضية جسم، لحم، دم، تعرفه شنو؟ كل لا، وأنت لا تعرفه ولا أنا أعرفه. حتى العلماء، علماء الفيزياء وعلماء الفلك وعلماء طبقات الأرض وعلماء الشرق وعلماء الغرب يقولون ما نعرف شنو جاذبية، أقول لكم ما نعرف. هذا كمثال ذكرناها. الله سبحانه وتعالى شنو مو معلوم، مو نحن لا نعرفه، حتى كبار العلماء لا يعرفون، وإنما يعرف بآثاره، مثل الجاذبية التي تعرف بآثارها، مثل العقل. بس عقل شنو؟ روح إلى هنا مستشفى المجانين، تشوف هيكله صحيح، عيونه صحيح، إذانه صحيح، اسأل من الطبيب يقول قلبه صحيح، رأته صحيح، كبده صحيح، معدته صحيحة، كل أجهزته صحيحة. فشنو هذا ناقص؟ يقول عقل. يقول عقل في أين؟ يقول ما. اسأل أنت من الآن إلى بعد 50 سنة،
الإنسان اللي رأيته من الفلاسفة، من العلماء، من كبار الأخصائيين بعلم النفس، علم التشريع، ما هو العاقل؟ هذا مأذي 4000 مليون بشر إلا ما ندر عندهم كلهم عاقل، لكن شنو موت؟ اسمه الله أول شيء لا نعرفه، حتى عقلنا لا نعرفه، ما هو؟ بس نراه من آثاره. آثاره يعني تشوف يتكلم منظم، يمشي منظم، يأكل منظم، يحشي منظم، ينام منظم، يشتغل منظم، هذا معلوم، هذا شيء موجود فيه. ذاك الآخر تشوفه يقمز ويضحك قوترة ويمشي قوترة ويأكل قوترة أو شيء قوترة، يتبين على أنه هذا شيء مو موجود فيه. على كل من صفات الله تعالى أنه معكم أينما كنت، إن ذهبت إلى أغوار السماء وإلى أغوار الأرض وأي مكان الله معك. قال الله لموسى وقت اللي أذهبه إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى أن يقول إنني معكما أسمع وأرى. الله يراك ويراني ويسمعك ويسمعني، ومو بس إحنا، الله يرانا ويسمعنا، كل البشر، كل الحيوانات، كل الطيور، كل الأسماك، كل الملائكة، كل الجن، كل المخلوقات الأخرى التي لله سبحانه وتعالى ولا نعلم عددها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. شنو جنود الله؟ احنا بنعرف عدد فيش كثر من ذلك، لكن هؤلاء كلهم الله معهم. فإذا في نفس الليل عصيت الله سبحانه وتعالى عصيان، الله معك، وإذا في نصف الليل أطعت الله طاعة، الله معك، وإذا عملت صغيرة ولا كبيرة. علماء اليوم يقولون ليس أصغر من الذرة، علماء اليوم يقولون الذرة أصغر الأجرام والأجسام. الله يقول أكو أصغر منه وأنا أشوف، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. فكل حركة، كل سكون، كل حركة عين، كل حركة أذن، كل حركة قلب، كل فكرة، حتى فكرة عابرة من ذهنك، الله يعلم، وأنت إما مثاب على ذلك وإما معاقب. إن كان حسنا فأنت مثاب، إن كان سيئا فأنت معاقب. فرد واحد من الأساتذة من العلماء، هذا كان له تلاميذ متعددون، قصة مشهورة ولعلكم سامعيها ولعلكم قاريها، لكن نحتاج إلى تطبيق هالقصة وعلمها، علمها شيء وتطبيقها شيء آخر. أحد العلماء كان له تلاميذ، يحترم أحد تلاميذه أكثر من البقية، هذا فرضا 200-300 أكثر أقل تلاميذ، يحترم أحد تلاميذه أكثر من البقية. فموجة من التساؤل توجهت إلى ذلك العالم: لماذا تحترم هذا التلميذ أكثر من غيرنا؟ هو ما كان يجيب، يسألون عنه لكن يسكت، يسألون عنه ويسكت، ويسألون عنه ويسكت، ويسألون عنه ويسكت. فرد مرة شاف الأسئلة هواي صارت، قال لهم: أبين لكم جوابا عمليا. لا بأس، إن شاء الله يوم الخميس تعالوا حتى أبين لكم الجواب. أجوا كلهم، مع ذلك الإنسان التلميذ الأكثر احتراما، أجوا كلهم. هو محضر حمام، هذا الحمام الطائر معروف، محضر حمام طير، أعطى لكل تلميذ حماما وقال له يوم الجمعة، هذا أذكر، يوم السبت اذبحوه في مكان لا يراه أحد ولا يراكم أحد، ثم أتوني بالطير المذبوح. بعد حمام 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 سلمهم، أخذ الطيور والحمامات راحوا. يوم السبت يجوا: السلام عليكم، السلام عليكم، تفضل، السلام عليكم، تفضل. كل واحد يجي يسلم عليه ويعطيه الحمام المذبوح. ها
هل التلميذ المحترم أكثر جاء والحمام بيده مذموم؟ كلهم تعجبوا. أمر الأستاذ ويجب أن يطاع. أين؟ لماذا ما ذبحته؟ قال في الحقيقة الأستاذ قال لي اذبح الحمام في مكان لا يراه أحد ولا يراك أحد. أنا ما وجدت عشق المكان، لأن كل مكان رحت وجدت الله. أكبر المكان ما هو الله. والأستاذ ما قال لا يراك إنسان، قال لا يراك أحد، اذبحه في مكان لا يراك أحد. أكو مكان لا يراني أحد؟ ذهبت في الغرفة يراني الله، في السرداب يراني الله، أغلقت الباب يراني الله، في الشارع يراني الله، في أي مكان، في الصحراء يراني الله، ماكو مكان لا يراني أحد. ولا هذا ما ذهبت. الأستاذ قال لهم شفتوا هاي فضيلته عليكم، نحن بحاجة إلى أن نشعر أن الله يسمعنا دائما ويرانا دائما على طول الخط. هذا لازم يكون في نفسك وفي نفسي. الإنسان الحاكم والإنسان العالم والإنسان الخبير والإنسان التاجر والإنسان الموظف إذا شعر بأن الله يراه ويسمعه على طول الخط من المستحيل ينحرف، مستحيل. إذا شعر بأن الله يراه، إذا روتين. يقول فرد خان من خوانين الأرياف كان يصلي وفرد واحد كان يضرب دنبك، خان يصلي وفرد واحد من عبيد يضرب للدنبك. فرد واحد قال له عمي الخان جاي يصلي شو يضرب للدنبك؟ الخان قال له في وسط صلاته قال له كل قلب يم الدنبك، خلي دنبك ويم الله. هذا يسمى صلاة روتينية. الصلاة الروتينية تصلي وقلبك في المتجر وفي السوق وفي الوظيفة، وإذا خطيب في الخطاب شنو يخطب، وإذا مدرس شنو يدرس، وإذا خاسر شنو خسر، وإذا رابح شنو ربح، وإذا كذا شنو كذا، وعلى المعد. أما قلبك إلى الله ومع الله في كل أعمالك وحركاتك وسكناتك، هذا لازم إحنا نوحي بها إلى أنفسنا. هذا الشيء يعني نوحي إيحاء إلى أنفسنا أن الله يرانا ويسمعنا على طول الخط، ليلا نهارا ظلاما، مع أهلنا، مع زوجتنا، مع كل إنسان. الراوي يقول رأيت الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى الحج راكب على ناقة، الإمام الناقة تلكأت في المسير، يعني شوية ما سارت زين، تلكأت في المسير. يقول الإمام السجاد رفع صوته أراد أن يضرب الناقة، ثم أخذ صوته في الهواء ما ضرب الناقة بالصوت، وقال لولا خوف القصاص. يعني لو أنا ضربت الناقة الله يوم القيامة يسألني لماذا يا علي بن الحسين ضربت هذه الناقة. هالشكل إذا صرت أنت وأنا وكل حاكم وكل عالم وكل خطيب وكل تاجر كلنا نكون مستقيمين، كلنا عدم الاستقامات كله لغياب الله عن أذهاننا. احنا نشعر بأن الله فرد شيء كذا، ومن قال ومن سمع ومن رأى من هالقبيل. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذات يوم ناقة واقفة وهي محملة، لأن الناقة وقت اللي تمشي الحمل يخف عليها، وقت اللي توقف الحمل يثقل عليها. ولذا من الأكيد شرعا أن الإنسان إذا وصل إلى المنطقة إلى بلده إلى أهله فورا يشيل حمل الناقة أو أجلكم الله دابة أو أي حيوان ويجعله على الأرض ليخلي عليه. هذا مؤكد في الشريعة الإسلامية، جمعية حقوق الحيوان، هذا عن رسول الله، لكن نحن تركناه والغربيون أخذوه. جمعية حقوق الحيوان، الدفاع عن الحيوان. الرسول رأى ناقة عليها حمل وهي واقفة، قال لأصحابه قولوا لصاحب هذه الناقة فليستعد للجواب يوم القيامة. يعني الله يوم القيامة يقول له إلوش هاي الناقة الواقفة الحمل عليها، كنت من الضروري أنه إذا وصلت إلى مكانك فورا تشيل الحمل من الناقة. إذا شعرنا نحن بهذا الشيء شعورا غمرنا، يعني احنا عادي نتكلم وعادي نضحك وعادي نسوي عادي كل شيء،
في غياب الله سبحانه وتعالى عن أذهاننا، وإلا الله موجود. في غياب الله عن أذهاننا وشعورنا بأن الله لا يسمع ولا ينظر، ويسمع وينظر هذا موضوع روتين. ولذلك عصيان أكو، قتل أكو، جرائم أكو، غيبة أكو، ترك الصلاة أكو، كل معصية موجود في اجتماعنا. أما إذا كنا نعلم أن الله يسمع ويرى على طول الخط، هذا ما كنا هالشكل. فرد واحد في البصرة من العلماء رأوه ويعطي جسمه رائحة المسك. أعرفكم ما تدرون المسك شنو؟ مسك عبارة عن شيء ينفصل عن الغزال، قسم خاص من الغزال، ريح هذا الشيء طيب إلى أبعد الحدود، يسمى رائحة المسك. هذا سابقا كانت موجودة وأنا شايف إذا في شوية من هنا كل هالغرفة معطرة ومعطر يزول. هذا ما دام هنا ولو سنة كل الغرفة معطرة. الله سبحانه وتعالى من قدرته جعل قسم من الغزلان غزال هذا الشيء في سرته ينبت هذا الشيء. هل كبر يصير تسمى بفأرة المسك أو فارة المسك. الحسن ماله الآن ممكن مسك أكو موجود عند العطارين لكن أغلبه غش. المسك الصحيح وقت اللي يجيبوه يعطي فرد رائحة قطرة كلش زائد، كلش زائد. يعني كان عالم في البصرة يسمى بالمسكي، يعني منسوبا إلى شنو؟ إلى مسك. هذا يعطي جسمه رائحة طيبة على طول الخط، جسمه يعطيها. الآن شوف المجتمع، إذا مليون إنسان موجود في الكويت لعله أغلبهم أو كلهم، أو إذا 4,000,000,000 موجود في العالم كلهم أو أغلبهم وقت اللي يعرق يعطي رائحة شنو؟ وهذا من حكمة الله. يجب أن نعرف أن من حكمة الله إحنا نعطي رائحة عفنة حتى الله يفرك خشبنا، لأن الإنسان متكبر كبير. 4 فلوس صار عنده وطار، خلاص 4 كلمات وطار، وظيفة شوي كرسي وطار. نبال الله سبحانه وتعالى. فللوقت أنا أحسبه، والآن ما أريد أطول عليكم وأقول كل ذلك. جسم الإنسان من رأسه إلى رجله 30 قسم عفونة يصل، 30 قسم، 30 قسم وطخ يصل. أين فرد شكله؟ خشم فرد شكله؟ حلق فرد شكله؟ أذن فرد شكله؟ رأس فرد شكله؟ لحية فرد شكله؟ إلى رجله 30 قسم قذارة وعفونة. الله تعالى جعل الإنسان خارجه وداخله عفونة حتى يفرك أذنه. أنت مو إنسان، مو شيء، أنت تصور أنت شنو؟ حتى لا يضيع نفسه. الشاهد أنه فجسم الإنسان يعرق. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: مسكين ابن آدم تنتنه عرق. فرد عرق بسيط ولكن متعفن مثل ما كنت تعيش يمه. حلق الانسان شايفين غير اللي يدخنون، لا حلق العادي مال الانسان يعطي فرد رائحه كريهه وصاخه من راسه الى رجله الانسان. فهذا العالم اللي في البصره كان يسمى بالمسكي لانه يعطي رائحه المسك على طول الخط. فرد الأستاذ كان عندنا الله يرحمه شيخ محمد علي السرادي في كربلاء، هذا قال: أنا شفت فرد واحد من هالقبيل إنسان، قال إذا عرق يعطي راحة طيبة. هو نقل لي أنه فرد إنسان شايف الشكل. لكن هالقصة اللي أنا أذكرها هي قصة تاريخية، مو قصة شيخ محمد علي السرادي. هاي أستاذنا قرانا عنده التفسير وفقه وبعض الأشياء. هو كان يقول فرد واحد شفت أنا هالشكل من هالنموذج، كان وقت اللي يعرق مؤثرها جسمه يعطي إفراز طيب يعطي. هذا العالم اللي في البصرة كان يسمى بالمسكي وله رائحة طيبة إذا عرق كأنه أطر. قيل له: من أين وصلت إلى هذا الحد؟ قال: الحقيقة إني كنت صانع بزاز، كنت صانع بزاز وكنت جميلا. ذات مرة جاءتني امرأة وأخذت من أستاذي قماش بضاعة، فحملني أستاذي البضاعة إلى دارها كحمال صانع بضاعة.
فلما وصلت إلى دار المرأة ودخلت الدار أقفلت علي الباب وقالت هيت لك، وما وجدت فرارا وخفت الله سبحانه وتعالى. قلت لا بأس، لكن أنا عندي قضاء حاجة أروح أجلكم الله إلى دورة المياه وأتخلي. فذهبت إلى دورة المياه وأخذت من النجاسة من رأسي إلى رجلي وصختها بالنجاسة حتى تتدفر هي شبابها، هذا القصة مال شبابها، حتى تتنفر هي. شاب جميل وأعزب وامرأة جميلة تستحوذ عليه ومع ذلك يصنع هذا الصنيع خوفا من الله. يجون على شبابنا اللي يشوفون بنات الناس ويعاكسوهم بالمستشفيات ومدارس وكل مكان، وشكايات كل يوم في الجرائد ومجلات الحكومة الخوف الموجود. فيقول على أنه أنا لما لوخت نفسي ولوثته بالنجاسة طلعت المرأة لما شافتني تعفن وصاخة وقذارة مرة 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 فتحت الباب وطلعتني. اجت الحوش الحمد لله رب العالمين، غسلت نفسي شي بدلت ملابسي رحت يم الأستاذ. فإذا العطل كان عن الحوش بعيد كان ما قلت للموضوع نمت. بالنوم رأيت ملكا يقول لي حيث لو وسط نفسك بالنجاسة لأجل الله بدلناك رائحة المسك إلى آخر أمره. لكن يخاف من الله صدق مو روتين. قلت أكو فرق بين روتين وأكو فرق بين الخوف من الله حقيقة. يقول أنا قمت من المنام وإذا جسمي يعطي رائحة المسك، والشهرة بالمسك موجود في التاريخ راجع فلان المسكي لقبه. يقول أنا لما شفت هذا الموضوع وأن الله أنعم علي بهذه النعمة قلت ماكو داعي أنا أكون مثلا صانع وكاسب وما أشبه، أروح أحصل العلم حتى أحد الناس أكثر فأكثر. فجئت وحصلت على العلم حتى وصلت إلى ما رأيت. الله إذا تلاحظه حقيقة قل الله لا ينخدع، من الممكن أن تخدع كل إنسان حتى المباحث حتى الحكومة من الممكن تخدعه، لكن هل بإمكانك أن تخدع الله؟ في القرآن الحكيم الله يقول يخادعون الله وهو خادعهم. إذن لبعضهم هم يخادعون الله، ما يدري الله جاي يخدعهم. يخدعهم يعني شنو؟ يعني في الظاهر يعاملهم معاملة ظاهرية بعد اللي ماتوا رأسا إلى جهنم. يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. شايفين؟ يصلي صلاة الصبح. انت هنا قدام فرد موظف يسوي هذا الشيء، هو يخلي يده هنا مثلا او كذا ويتهاوى ويتمطر. يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، لان قلبه ما يمتلئ بالله. ايش فرش روتين؟ قلت واحد كان صديق عزيز في كربلاء الله يحفظه موجود الان ابو عالم، يقول انا غرفة فوقانية ابو غرفة جوانية. يقول ابوي صبح من يصير يصيحني فلان فلان الآن موجود فلان فلان. يقول أنا حتى أخلص من شر أبويا وصبوح أقوم أصلي مع دي خلال، هو مجرد ما يقول أبويا فلان فلان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأنا تحت اللحاف، أبوي يسمع ويعرف على أنه أنا جاء أصلي. يقول فريد يوم أبويا فكر هذا شلون، هذا كل مرة اللي يصيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا ما صار. قعد يواش اجي شافني من تحت اللحاف جاك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، غربني ويرد كم شلاق قال متى السقية تتقشمرني. من الممكن ان الانسان يخدع الناس، اما هل من الممكن ان الانسان يخدع الله؟ ابدا مو ممكن. لذا من الضروري على الانسان ان يشعر بهذا الشيء دائما، وهو ان الله معه يسمعه وينظر إليه. اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى أن يقول إنني معكما أسمع وأرى. وفي هذه الآية التي تلوناها ما يكون من نجوى ثلاثة لا يتناجون بينهم إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. الله معك ومعي شئنا أم أبينا، أحسننا أم أسأنا. إذا شعرنا بهذا الشيء نكون في المستقبل أناسا مستقيمين في صدقنا في أمانتنا في وفائنا في حيائنا في كل عمل
من أعمالنا، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.